لو مش قادر توفر مواد للتطوير نظرا للظروف اللي بتمر بيها البلد، خليك معايا وكمل الفيديو. النهارده هخليك تتعرف على اقوى مطهر في العالم ان لم يكن افضلها، معترف به دوليا من قبل الصناعات والحكومات المختلفه، وكمان الشركه الام اللي صنعته اتبرعت بكميه كبيره جدا للصين علشان تكافح فيروس كورونا، وهو اثبت فعاليه حقيقيه جدا ضد 65 سلاله من الفيروسات من ضمنها فيروس كورونا، واكثر من 400 سلاله للبكتيريا، واكثر من 100 سلاله للفطريات. الفيديو ده هتعرف ازاي تحصل على كمية كبيرة تكفيك لمدة 3 شهور بتكلفة في حدود 100 جنيه. خليكم معايا. في البداية انا حابب انوه ان انا مش متخصص، لكن بعد البحث دي افضل نتيجة انا طلعت بيها لمكافحة فيروس كورونا نظرا لشح المواد المطهرة والكحول في الاسواق. كل اللي هنحتاجه هو منتج اسمه فيركون اس، وزي ما قلنا قبل كده هو يعتبر من اقوى وافضل المطهرات الموجودة على مستوى العالم. اللي هنحتاجه 3 حاجات بالظبط. اول شيء هنحتاج بخاخة ساعة 2 لتر، ودي سعرها في السوق المصري في حدود 45 جنيه. ثاني حاجة هنحتاج الكمية من الفيركون اس، كمية ربع كيلو هي تكفي جدا، وبيكون سعرها 55 جنيه لان سعر الكيلو 220 جنيه. ثالث حاجه طبعا هنحتاج 2 لتر ميه، وزي ما قلنا يبقى 45 و55 100 جنيه بالظبط. طبعا زي ما قلنا هي بخاخه ساعه 2 لتر، وعشان نحضر المطهر ده هنحتاج كميه 10 جرام لكل لتر ميه. زي ما انتم شايفين المطهر بيكون لونه وردي زي ما انتم شايفين كده، والبخاخه ديت بيكون عليها مؤشر زي ما انتم شايفين كده. بتاخد البخاخه تملاها ميه على اي حوض، ميه عاديه او ميه مفلتره سيان، وبعد كده بتحط 10 جرام لكل لتر ميه، و10 جرام يعني في حدود معلقه شاي. وبعد ما تحط ال 20 جرام على ال 2 لتر ميه بترج البخاخه كويس، وبعد كده بتستخدم المضخه اللي فوق ديت اكتر من مره، بتنزلها وبتطلعها كده لحد ما تحس ان هي يعني بقى ايه ليها قوه كده وبتصب، وبعد كده بتكون البخاخه جاهزه. تقدر طبعا تستخدم المطهر ده على كافه الاسطح، سواء يعني مكاتب او اساس او ابواب، وممكن للسيارات وممكن للملابس، ممكن تستخدمه على ايدك وعلى جلدك بشكل مباشر. طبعا المحظورات اللي انت ما تستخدمش المطهر ده على الأطعمة او الغذاء او على العينين او اللي انت تبلعه، لكن كافة الاسطح تقدر بكل سهولة اللي انت يعني ترش عليها المطهر ده. طبعا ده مطهر قوي جدا، وممكن الكمية اللي هي 250 جرام تكفيك لمدة 3 شهور او ازيد، وطبعا تقدر ترش بيها الاسطح كلها بدون ما انت تلجأ يعني استغلال التجار والكحول اللي مش موجود والمطهرات اللي مش موجود. طبعا في نهاية الحلقة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا، واحنا طبعا بنعول على وعي يعني شعبنا الاصيل الشعب المصري، وبنعول على يعني الوعي بتاع الشعوب كلها تلتزموا بالاجراءات الوقائيه ضد الفيروس. وطبعا في فيديو هيبان لكم هنا او هنا اللي هو خاص بالوقايه اللي انا اتكلمت عنه قبل كده. شكرا جزيلا، السلام عليكم.